ما المقصود بالدين؟ كلمة الدين مأخوذة من دانا في اللغة العربية. والدكتور عبد الله دراز رحمه الله من علماء المسلمين لما فتش في المعاجم وجد أن هذا الفعل دانا يأتي على ثلاث صور: إما أن يكون متعد بنفسه فيقول دانه، أو متعد باللام فتقول دان له، أو متعد بالباء فتقول دان به. يبقى عندنا دان له، دانه، دان له، دان به. ده فين؟ في اللغة. وأيضا ستأتي في الشرع في القرآن والسنة بهذه المعاني: دانه أي قهره وغلبه، فتأتي من القهر والسلطة والغلبة، دانه يعني غلبه. ومنها الجزاء والحساب، لأن الذي له القهر وله الغلبة هو الذي يحاسب ويجازي. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. يعني ايه يوم الدين؟ يعني يوم الجزاء والحساب. معنى كلمة يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، يبقى جاء من القهر والسلطان. وعندنا في سورة يوسف قال الله تبارك وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ما المقصود بالدين هنا؟ أي نظام الملك وحكم الملك. ما كان يستطيع أن يدخل أخاه في نظام الملك وحكم الملك إلا بعدما احتال هذه الحيلة على إخوته وكاد لهم هذه المكيدة. إذن الدين تأتي بمعنى القهر والغلبة والسلطان. دان له أي خضع له وذل له، ولذلك دان لله أي خضع لله وذل لله. ودان به أي اتخذه دينا واعتقادا. ومنها قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الحق عند الله الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اتخذ الإسلام دينا يعني اعتقد هذا الدين. والدين أيضا يأتي بمعنى الشريعة، فالدين يأتي بمعنى التوحيد ويأتي بمعنى الشريعة. فإذا جاء بمعنى التوحيد شمل كل ما كان عليه الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين الحق الذي يقبله الله هو دين الإسلام، أي ما كان عليه سائر الأنبياء من التوحيد وإفراد الله بالعبادة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى آخر الآية. إذن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين نوح، هو دين إبراهيم، هو دين عيسى، دين موسى، إلى آخره. فعيسى عليه السلام كان مسلما وسائر الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إذن إبراهيم كان مسلما. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يبقى يعقوب كان مسلما، وإسحاق مسلما، والأصباط جميعا كانوا مسلمين. أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سليمان كان مسلما، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نفس الموضوع عيسى عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حتى أتباع عيسى عليه السلام كانوا مسلمين. فهو الدين عند الله الإسلام.
وأحيانا يأتي بمعنى الشريعة، يعني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يذكر الدين يراد أيضا منه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، فكل نبي له شريعة. من المسائل اللي بعض الناس يشدد فيها، والأمر فيها واسع ويحتاج إلى سعة أفق، حينما تجد أن بعض العلماء يتكلم فيقول مثلا مقارنة الأديان، فيقول المعترض هو دين واحد، لا يجوز لك أن تقول أديان، وإنما هو دين واحد، هو دين الإسلام، قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. نقول الدين الحق عند الله هو الإسلام، نعم، لكن هناك أديان غير دين الإسلام، أديان باطلة. كل ما يعتقده الإنسان ويدين به يسمى دينا. اللي بيعبد البقرة ده عبادته للبقرة تسمى دين، لأنه يدين به. الذي يعبد الأصنام عبادته للأصنام تسمى دينا، لكن دين على حق أم على باطل؟ على باطل. إذن إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الحق هو الإسلام، وليس معنى ذلك أنك لا تقول على غير الإسلام دين. والعجيب، العجيب يخفى على كثير من الناس، سورة كلنا نحفظها، سورة الكافرون، قال تعالى لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم، فسمى ما كان عليه أهل الشرك وأهل الكفر من عبادة الأصنام دينا، لكنه دين باطل، لكم دينكم ولي دين. فلما يقول الأديان، إذن المقصود ما يتعبد به هؤلاء الناس. ومنهم من يقول ديانات، ومنهم من يقول ملل أو نحل، فالأمر واسع، الأمر واسع. فإذا قال مقارنة الأديان فالمقصود كل ما يدين به المرء يسمى دينا. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن في دين حق ودين باطل، فدين الإسلام هو دين الحق، وغير الإسلام باطل. ليظهره على الدين كله، أي دين سيظهر عليه؟ سيظهر على سائر الديانات الباطلة. فإذا قال دين أو قال ديانة، قال ملة، قال نحلة، خلاصة القول الدين الحق المقبول عند الله هو دين الإسلام.